السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميتريزور سكري سالي. اليوم غادي نحضروا ان شاء الله الوصفة ديال تيراميسو اللي غادي نحتاجوا ليها بإذن الله. لي بودوار بسكوي او لا داك البسكوي ديال البيض كما كنقولوا له. غادي نحتاجوا هنايا الماسكاربون، سكر سنيده، عندي بسكوي سبيكولوس، هذا اختياري وماشي ضروري، انا غير هاد التيراميسو كنديرو بهاد البسكوي، كيجي لذيذ حيت عنده طعم خاص. عندي هنا 3 ديال الصفار د البيض و 3 ديال البيض د البيض اللي طلعتهم اونيج، البياض الثلج، 3 ديال البيض د البيض طلعته بحال الثلج، و 3 ديال الصفار د البيض طربتهم مع السكر سنيده، كاس ديال السكر سنيده. والحلاوه راه كتبقى اختياريه، ماشي ضروري ديروا كاس، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا، هذا كيبقى اختياري. انتما كما كتشوفوا الصفر ديال البيض ملي طربته حتى ولا ابيض، ولا الخليط ابيض كما كتشوفوا. وغادي نزيد عليه هنايا الفرماج ديالي، ها هو غادي نزيدو. عندي هنا 500 غرام، العلبة ديال 500 غرام اللي غادي نزيد انا، ممكن ديرو قل فماشي مشكل، يعني غادي يجي شويه، غادي لا كريم غادي شويه جاريه ماشي مشكل، يعني لوكو كيبقى هو هو. غادي نزيد الكريمه ديالي ومن بعد غادي نطربها، نزيدها كلها غادي نطربها معاه، نعاود التطريب باش تجانس هاد المكونات كامله. من بعد غادي نزيد هذاك البيض ديال البيض اللي طلعته بوحديتو اونيج، غادي نزيدو على الخليط وغادي نبدا كنخلط من تحت للفوق باش من نخرجش الهواء اللي فيه. فهاد القضيه هادي كنديروها حتى في الجينواز وفي كل شيء، الا طلعنا بيض البيض بوحديتو ما كنخلطوه غير بشويه حبه كما كيقولوا، لو يتخلط بسباتو ديال الخشاب ولا، وماشي مشكل انا خلطت بمعلقه فماشي مشكل، المهم كيتخلط غير بشي شويه ومن تحت للفوق باش حتى كنكمل حتى كتجانس المكونات كامله. فالكريمه ديالنا ها هي واجده، غادي نخليوها على جانب اولا نديروها في الثلاجه على ما نجيبو اللاطه ديالنا اللي غادي نستفو فيها سبيكولوس ديالنا. هنايا عندي درت شويه ديال الكريمه في القاع باش تشد ليا، باش يشد ليا البسكوي. انا نسيت ما قلت لكم ان خاصنا القهوه اللي انا مقطراها، ما تكونش قاصحه بزاف باش ما تجيش غير لوغو ديالها اللي باين، مقطره عندي مقطراها وبارده، ما تكونش سخونه، الا كانت سخونه اون فوا غادي نغطسو فيها البسكوي غادي يطلق، يولي ما غاديش يبقى شاد راسو مزيان. هانتوما كما كتشوفوا شديت كل بسكويه، غادي نبقى نغطسها في القهوه اللي انا قطرت ودرتها في صلاجي باش تجيني ساهله باش نفزق البسكوي، حتى غادي نكمل القاع كله ديال اللاطه ديالي اللي غادي نصاوب فيها هاد تيراميسو. غادي نكمل هكا تستاف، من بعد غادي ندير كوش ديال الكريمه، غادي ندير كوش ديال الكريمه ومن لا اسمحوا لي من قبل غادي ندير البسكويت تيراميسو، بسكويت سبيكولوس، فهذا كيبقى اختياري كما قلت لكم، راه ممكن انكم طحنوه او سواء طحنوه اولا تهرمشوه ودردروه من الفوق، وانا راني فزكتو في القهوه بحالو بحال الاخر، وغادي ندير طبقه ديالته كيجي بنين، عنده واحد الطعم خاص صراحه، اللي فايت جربوه راه غادي يعجبو، كيعطي مذاق اخر للتيراميسو كيجي زوين. غادي نديرو الطبقه ديالنا ديال لا كريم، وغادي نزيدو عاوتاني طبقه اخرى ديال البسكوي بودوار مع اللي غادي نكونو فزقنا حتى هو في القهوه، عاوتاني ممكن نزيدو الطبقه الثانيه ديال السبيكولوز، ممكن لا انا راه ما زدتهاش، غير بقاو لي شي غاطويات من هذيك اللي حليت وطحنتهم ودردرتهم من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو كنظن شرح راسو، ونتمنى ان يكون كنشرح مزيان وكنوصل الفكره، لان باش
المونتاج ديال الفيديو يجيني الصوت مع الصورة فشوية صعب كمبتدئة، فقبلوا عليا. ونتمنى اللي عندها شي تعليق، او اللي عندها شي حاجة، او اللي ما عجباتو شي حاجة، او اللي عنده شي تساؤل، او لا يخلي لي كومونتير. فعلاش لا، احنا هنا غير باش نبارطاجيو المعلومات اللي عندنا. كما قلت لكم، هنا الطبقة الثانية راه ما درتهاش ديال بسكويت سبيكولوس، غير داكشي اللي بقى لي طحنته او لا هرمشته بالمدلك كما كنشوفوا، ودر درته من الفوق. ابخي غادي ندير لا كريم ديالي اللي غنديرها هي الفوقانيه كاع، وغادي ندردر الكاكاو المر هو اللي غادي ندردر من الفوق. صافي، ندخلو للثلاجه على الاقل 4 ديال السوايع، على الاقل عفاك 4 ديال السوايع باش يبرد مزيان.